خلال شهر رمضان المبارك لعام 1429 الموافق لشهر شتنبر أيلول عام 2008، عرضت العديد من القنوات التلفزيونية العربية مسلسل أسمهان الذي تناول قصة حياة أيقونة الغناء العربي التي سحرت الجماهير ولا تزال بصوتها الملائكي المتفرد، وحاول الغوص في أعماق شخصيتها والكشف عن المعروف والخفي من حياتها الغنية بالأسرار والألغاز وما رافقها من لغط وشائعات. ولئن كان المسلسل قد لاقى نجاحا منقطع النظير وشهد إقبالا كبيرا عليه من طرف المتفرجين باعتباره عملا دراميا متميزا، فإنه أسال في نفس الوقت مدادا غزيرا وصاحبه جدل واسع النطاق وتعرض لانتقادات كثيرة حول صدقيته، واعتبر الكثيرون وأنا واحد منهم أنه أساء إلى صورة أسمهان وبعض من ارتبط بها ولا سيما أمها الأميرة علياء المندير وشقيقاها فريد وفؤاد الأطرش. عزيزاتي أعزائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في هذه الصفحة الجديدة من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل، وأواصل بإصرار التوثيق لحياتي وفن موسيقى الخلود. وإليكم في هذه الكبسولة مقالا بتوقيع الصحفي الراحل حسين عثمان بعنوان إنذار من فريد الأطرش إلى مؤسسة السينما لا تقدم حياة أسمهان في فيلم، وهو عن عدد مجلة الكواكب اليوم 22 من شهر أبريل نيسان عام 1969. وقد أبيت إلا أن أشير في تقديم الكبسولة إلى مسلسل أسمهان لأثير الانتباه إلى موقف فريد وفؤاد من أي عمل سينمائي أو تلفزي عن سيرة شقيقتهما وأسباب رفضهما لذلك قبل ذلك بحوالي نصف قرن، وصدق حدسهما وصواب رأيهما ولحظات مفيدة وممتعة. كتب حسين عثمان: كان فريد الأطرش قد قرأ في بعض المجلات أخبارا متناثرة عن اعتزام المؤسسة إنتاج فيلم عن حياة شقيقته أسمهان. كلف شقيقه فؤاد الأطرش بمخاطبة المسؤولين في المؤسسة بأن فكرة إنتاج فيلم عن حياة أسمهان لا تتناسب في الوقت الحاضر، ولكن يبدو أن المؤسسة قد خطت خطوات واسعة لإنتاج الفيلم. فقد فوجئ فريد الأطرش وهو في بيروت أثناء زيارة محمد رجائي مفوض الإنتاج العام بالمؤسسة له، فوجئ به يعرض عليه فكرة إنتاج الفيلم، وتلون وجه فريد الأطرش بالغضب وقال له: لست على استعداد لمناقشة هذا الموضوع، فقد طلب منكم شقيقي فؤاد الأطرش باسمي واسم أسرة الأطرش العدول عن هذه الفكرة فورا. واتصل فريد الأطرش بمحاميه محمود لطفي إبراهيم وكلفه بإرسال إنذار إلى المؤسسة بوقف جميع إجراءات إنتاج هذا الفيلم، وهذا هو نص الإنذار: السيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة السينما، تحية طيبة وبعد، نحرر لكم هذا بناء على طلب موكلنا الموسيقار فريد الأطرش، فقد نشرت بعض الصحف والمجلات أنكم بسبيل إنتاج فيلم عن حياة المرحومة الفنانة أسمهان شقيقة موكلنا، وعلى الرغم من الدوافع النبيلة التي تهدفون إليها من إنتاج هذا الفيلم فإننا لا نوافق على إنتاجه في الوقت الحاضر نظرا لأن حياة الفقيدة كانت متصلة بأشخاص ما زالوا أحياء، فضلا عن أن حياتها الفنية اتصلت بموكلنا، ونعتقد أنكم لا توافقون على إثارة أحاسيسه وتناول حياته في فيلم سينمائي، لذلك نتشرف بإخطاركم بما جاء في هذا الخطاب حفظا لكافة الحقوق وليكون منتجا لكافة الآثار القانونية مستقبلا. وبعد هذا الإنذار قررت المؤسسة العدول عن إنتاج الفيلم، وكان قد تردد أن هناك اتجاها بالاستعانة بفؤاد الأطرش الشقيق أسمهان وفريد الأطرش ليتولى إنتاج الفيلم لحساب المؤسسة، وكذلك ليكون مستشارا فنيا في السيناريو وتنفيذ الفيلم وباعتباره مصدر المذكرات التي نشرت عن حياة أسمهان والتي اقتبست منها قصة الفيلم. وقد قال لنا فؤاد الأطرش:
لقد رويت قصة حياتي أسمهان دفاعا عن شقيقتي وتصحيحا للحقائق التي أراد البعض أن يشوهوا بها حياتها. كذلك أردت أن أوضح حقيقة هذه الفنانة الخالدة وما كان هدفي من ذلك تحقيق أي كسب مادي بل تصحيحا لتاريخها الفني. فإذا بي أفاجئ بأن المعلومات التي وردت في المذكرات قد استغلت في محاولة عمل قصة سينمائية. وغني عن الذكر أن القصة السينمائية لا بد من إخضاعها لما يتطلبه العمل الروائي من إثارة قد تؤدي إلى تشويه الحقيقة أو إظهارها ناقصة وبتورة. وهذا عكس ما هدفت إليه من كتابة حياتها. هذا إلى جانب أن الذين فكروا في هذا المشروع لم يكلفوا أنفسهم باستطلاع رأينا كأصحاب حق في سمعة الفقيدة الأدبية والتاريخية. وما كنت أتوقع أبدا من أصحاب قصة الفيلم أن يستغلوا المذكرات بتلك الصورة التي تتنافى مع أبسط قواعد الصداقة من أجل فوائد مادية زائلة. وأضاف فؤاد الأطرش قائلا: لقد علمت أن الميزانية التي خصصتها المؤسسة لهذا الفيلم بلغت 67,000 جنيه، وأعتقد أن هناك أعمال سينمائية أخرى تحتاج لمثل هذا المبلغ وتحقق للسينما فوائد فنية أكثر. وعلما كذلك أن المخرج أحمد بدرخان اعتذر عن إخراج الفيلم وقال: حاشا لله أن أكون أحد الأشخاص الذين ستتناولهم قصة الفيلم وأقبلوا إخراجه، أنا ليست عندي مثل هذه الشجاعة. والمعروف أن أحمد بدرخان كان أحد أزواج الفقيدة وقد دامت حياتهما الزوجية 55 يوما إثر قصة حب قصيرة ولدت أثناء تصوير فيلم انتصار الشباب، أول فيلم لأسمهان. تغمد الله فريد الأطرش وفنانات وفناني الزمن الجميل بواسع رحمته وغفر لنا ولهم، وأمد في عمر من لا يزالون منهم على قيد الحياة، ومتعهم بموفور الصحة والعافية. وحتى لقاء آخر مع صفحة أخرى، تقبلوا تحيات أخيكم نعيم المامون.